احلى حاجه في اللعبه انها محترمه قوي في موضوع الفلوس ده، عمرها ما تاخرت عليا. ريتك تتعلم منها حاجه، بالذات الاحترام ده. 100 200 400 كم؟ 8400 9000 10000 10000 مين يا ضلالي؟ ما باين زي الشمس اهو ارنب، ده ناقص ياكل جزر. بس احنا الارنب ده نقسمه على 5، كل واحد ياخد صدر رفيع. 5 مين يا حبيبي؟ انت اصلا مش هتاخد حاجه، لانك في المهمه دي ما عملتش اي حاجه. الارنب ده هيتقسم على 4. هو يتقسم على 3، لان كده كده مستر الموظف مش هيديني حاجه. بدل بس عايز 20 جنيه عشان اروح. لا يا حبيبي، انت وهو وهي، هو هيتقسم على 2، لان انا الوحيده اللي ما خنتش مازو. انت اصلا بتسكتي؟ لا انا اسف الوزن. بس الله، عاجبني قوي وانا شايفكم بتقطعوا في بعض كده قدامي. الفلوس دي هتتقسم على 1. انت ومين؟ انا وبس، محدش منكم هياخد مليم منها. طب انت معلم مازو جمعتنا ليه؟ ما هو الموضوع كده عشان اذلكم، عشان اوريكم انتوا عملتوا في نفسكم ايه يوم ما فكرتوا تخنوني. واديني لعبت لوحدي وكسبت، عرفتوا بقى مين اللي من غير مين ما يسواش. طب انا ذنبي ايه يا مازو؟ انا ما خنتكش. انت خلفتيها وهي خانتني. طب هنعمل ايه يعني دلوقتي بقى؟ من دلوقتي انتوا مطرودين من اللعبه، وانا هلعب لوحدي، ولو احتجت حاجه هخلي غريب يساعدني. ويكون في قلبكم اللي فيكم ماسك عليا حاجه انا ماسك عليها 10. وبالنسبه لمطعم السمك والجيم بتاعكم، لو بصيتوا في العقد هتلاقوا مش عقد تمليك، عقد ايجار. يعني انتوا هتطردوا من المكان ده كمان اسبوع. ندي كنت متاكد. المقابله انتهت يا حضرات. مستر موزو، بالنسبه لل 20 جنيه بره. اه يا خونه، بتعضوا الايد اللي اتمدت لكم. لا موزو سامحني، اعتبرها اخر مره، مش عشاني، عشان سعدونا البنت الصغيره هتتشرد. وخلي بالك ما تنساش انت بتديني كلمه مازو. اتعرف ما معنى الكلمه؟ قال الكلمه نور وبعض الكلمات. اسف. ولا كلمه، لا ولا كلمه. بعد ما لميتكم الشوارع وعملت منكم لعيبه بتخونون انا؟ طب يا مازو، انا ذنبي ايه يا حبيبي؟ سيبني العب معاك، وهو يعني ايد لوحدها ما تسقفش. ايوه، والقفه ام ودنتين شيلوها 2. اه، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. بس يا هبل، انت بتملى باي كلام؟ ما اشوفش حد منكم هنا تاني، فاهمين؟ يلا. على فكره بقى، انا ساكنه جوه هنا، امشي ليه؟ اه صحيح، انزلي معاهم ولفي وارجعي تاني. يلا يلا بقى، يلا من يلا بره. من يا بره.